الآن إلى جولة مع مراسلي الغد من تونس بلال مبروك ومن الجزائر كريم قندولي، ونبدأ من تونس. ترى بلال، ما الذي يحمله وزير الداخلية الفرنسي في جعبته في هذه الزيارة إلى تونس؟ نعم ياسر، نحن نترقب موعد الندوة الصحفية التي ستعقد في مقر وزارة الداخلية في تونس تمام الساعة 4 أو 4:30 بتوقيت القاهرة، التي ستجمع الوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانون ووزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين. من المتوقع أن يتم الإعلان خلال هذه الندوة الصحفية عن آلية لترحيل عدد من المتشددين التونسيين، ترحيلهم من فرنسا إلى تونس. ربما هذا هو الملف الأول، خاصة وأن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد تباحث هاتفيا في مكالمة هاتفية مع الرئيس إيمانويل ماكرون سبل، وتعهد الرئيس قيس سعيد بربما قبول زواء 100 شخص. نحن يعني هذا الرقم غير ثابت، ولكن 100 شخص من المتوقع ان يتم ترحيلهم الى تونس من ذوي شبهات التطرف وشبهات التشدد. هذا ربما الملف الاول. الملف الثاني هو الهجره غير الشرعية والهجرة غير النظامية كما يصطلح عليها هنا في تونس. نعلم جيدا أن أعلى هرم السلطة في تونس الرئيس التونسي كان قد حذر مرارا وتكرارا من تفشي هذه الظاهرة، بل واتهم يعني جهة سياسية بعينها تدفع نحو هذا الاتجاه، نحو ربما الترفيع من الهجرة غير الشرعية. وبالتالي ربما الملف الهجرة غير الشرعية سيكون أحد الملفات الهامة على طاولة الحوار بين الوزيرين، سيما وأن الوزير الفرنسي وزير الداخلية الفرنسي يعني سيزور الجزائر وأيضا مالطا وإيطاليا، وكل هذه الدول هي دول متوسطية ونقاط عبور للهجرة غير الشرعية، كان ذلك من أفريقيا جنوب الصحراء أو حتى من سكان أو شبان شمال أفريقيا في المغرب والجزائر وليبيا وأيضا تونس. ربما هذان الملفان هما الأكثر ربما الأهم الملفات التي سيتم تداولها، بالإضافة إلى هناك تعقيدات معينة في علاقة بالترحيل. هناك أصوات تونسية، جهات نقابية قضائية تونسية تتحفظ عن كيفية الترحيل، لأن هناك بعض الأشخاص المشتبهين يحملون الجنسيتين، يحملون الجنسية التونسية والجنسية الفرنسية، وبالتالي يطالبون بأنهم إذا كانوا مواطنين فرنسيين ويحملون الجنسية الفرنسية لا يمكن التعاطي معهم قضائيا في 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 فرنسا. وأيضا لجهة شكل أو كيف سيتم محاكمة هؤلاء، هل سيتم محاكمتهم بمنطق شبهة الإرهاب أم أنهم اقترفوا أعمال ربما تمس من الأمن والنظام في فرنسا أو في تونس؟ وبالتالي هذا سيتجلى بعد الندوة الصحفية بالتأكيد الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة. ياسر، من تونس وبلال مبروك إلى الجزائر مع كريم قندوري. كريم، ربما وحسب كثير من المراقبين لن يختلف الأمر كثيرا فيما تصل بالموضوعات التي يحملها وزير الداخلية إلى الجزائر، نقل المتطرفين، مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، غير أن كثيرا يقولون أنه جاء ليس فقط بهدف الاستشارات، وإنما لديه معلومات سيتم تبادلها مع كل الأطراف سواء في تونس أو في الجزائر. ماذا عن الجزائر تحديدا في هذه الزيارة؟ نعم ياسر، بالتأكيد هي العلاقة الجزائرية الفرنسية علاقة يعني تحكمها محددات كثيرة، سواء كانت تاريخية أو في ظل الظروف الراهنة وأيضا ما بعد فترة الحراك الشعبي. إذن إدارة البلدين إن صح التعبير تحاولان أن ترمما ما تلك العلاقة الباردة وتعيد دفء العلاقات إلى بين الجزائر وما بين باريس. هذه الزيارة يعني لجيرالد داغمانا كانت قد أعلن عنها في 18 من شهر أكتوبر الماضي، وبالتالي تم تأجيلها لعدة أسباب. أول هذه الأسباب هو مرض الرئيس عبد المجيد تبون، وثانيا ربما حسب المؤشرات التي ربما ممكن قراءتها من خلال حجم الغضب الشعبي إزاء التصريحات التي كان قد أدلى بها الرئيس ماكرون خلال يعني متهما الإسلام ربما بشكل عام بالتطرف والإرهاب. هذه الزيارة مثل ما قلت كانت قبلها زيارة أخرى للمغرب،
وفي نفس اليوم تم يعني ذبح أستاذ اللغة أو أستاذ التاريخ في فرنسا، ويعني قطع هذه الزيارة مباشرة وعاد إلى فرنسا، وما يدل على أن هنالك جولة مغاربية قبل اليوم. بالتالي التطورات التي حدثت بالاستفتاء على الدستور، مرض الرئيس، وكلها يعني أجلت هذه الزيارة إلى اليوم، وهي ليست الوحيدة، لا يمكن أن يتم قراءتها بمعزل عن الزيارات الأخرى التي كانت قبلها يعني من طرف وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون. ملف الإرهاب هو الذي ربما يسيطر على محور هذه المحادثات، إذ قالت وزارة الداخلية عبر بيان لها أنه سيتم ربما تنسيق أكثر وتبادل الخبرات ما بين وزارتي الداخلية. بالتالي جهاز الشرطة يعني هنا ربما قد يكون بالخبرة التي اكتسبها في الجزائر خلال مكافحة يعني مرحلة الإرهاب في العشرية السوداء، وأيضا مرحلة الحراك، الجزائر تملك يعني خبرة كبيرة في مجال محاربة الإرهاب ومتعارف عليها دوليا، وفرنسا ممكن أن تبحث يعني سبل ربما التعامل مع هذا الإرهاب أو التطرف الديني مثل ما تسمي. بالتالي ملف الإرهاب سيكون هو الملف الأبرز محور في هذه الزيارة، بالإضافة إلى الهجرة غير شرعية. مراسل الغد في الجزائر، شكرا لك، وشكر موصول لبلال مبروك في تونس.